يسعد مساكم مشاهدينا، برحب فيكم بالحلقه الثالثه من برنامج اوف سايد. خلال هالحلقه بدنا نتابع نحن وياكم كل وقائع واحداث الاسبوع الثالث من بطوله لبنان لكره القدم، وبنفتح ملف خاص عن منتخب لبنان واستعداداته للقاء الكويت وكوريا الجنوبيه. كمان هالموضوعين ومواضيع كثير ثانيه رح نناقشها مع ضيوفنا الاعلامي الاستاذ علي صفا ولاعب العهد ومنتخب لبنان محمد باقر يونس. بالحلقه اليوم نستعرض كمان جمله من العناوين المهمه. اولا، القوى الامنيه بتطالب بالحد من الهتافات المشينه لبعض جمهور النجمه. اجراءات خاصه لمباراه لبنان مع كوريا الجنوبيه. رجال اعمال لبنانيين رح يستقبلوا المنتخب بالكويت. وسمير سعد متيقن من التلاعب باعمار اللاعبين بتصفيات كاس اسيا للشباب. اذا هيدي العناوين وعناوين كثير تانية رح نناقشها نحن وياكم ومع ضيوفنا بحلقه اليوم من اوف سايد، الجوله الثالثه اذا من بطوله لبنان. كان مسرحها منتصف الاسبوع بسبب ارتباطات المنتخب الوطني، وكانت ابرز مفاجات الاسبوع سقوط جديد للانصار. بنشوف سوا. سقوط جديد للانصار والاخاء عم يواصل صدارته. اصطدامهم والراسينج من دون هزيمه. المبرة والساحل حصدوا 3 نقاط. العهد استعاد شخصية البطل على حساب النجمة. إذا هذه كانت أيضا عناوين الحلقة اليوم. وطبعا الحدث الأهم كان مثل ما قلت خسارة الأنصار. هل هي خسارة للأنصار جديدة بسبب مستوى الأنصار أم بسبب الارتفاع المتصاعد المستوى الإخاء الأهلي عليه؟ خلينا نشوف ملخص عن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم. أحكم الأخاء علي أبطو على الصدارة بعد ما أسقط الأنصار بملعب بيروت البلدي بهدفين مقابل هدف، وبلقاء قادوا محمد المولى وحسين عيسى وعدنان عبد الله. الفوز هو الثالث للمتصدر والخسارة هي الثانية للأخضر يلي أصبح بوضع حرج، خصوصا أنه واجه فرق متواضعة فنيا إذا استثنينا الأخاء يلي بلش اللقاء بسيطرة بس من دون خطورة بظل خطوط متماسكة. الشوط الثاني بدأ بتقدم الضيوف بهدف سريع للسوري علاء بيضون ليعود صاحب الأرض وينتفض ويسيب لاعبه الواعد محمد كوجك العارضة قبل ما يرجع اللاعب نفسه ويسجل التعادل للأخضر. الأنصار كان عم بيقدم عرض مقبول بس الفريق الجبلي ما تراجع وأظهر رغبة الفوز يلي تحقق قبل النهاية بثلاث دقائق بواسطة قاسم محمود ليبقى الأخاء بالصدارة. وإذا كان الأخاء هو الوحيد بالعلامة الكاملة فإنه التضامن صور والريسنج هن الوحيدين إلى جانبه يلي ما خسروا بعد. ومنشان هيك كان لقاءهم بصور بقيادة بشير أواسي وزياد براء وربيع عميرات محفوف بالحذر. وإذا كان من الطبيعي إنه يغلب الحذر على اللقاء فإنه توتر اللاعبين كان ممكن يكلف بأي لحظة، وهيدا الشيء يلي صار لما حاول سامر حاوي يبعد الكرة الريسنجوية يلي تحولت بالخطأ لداخل مرمى بدقيقة 27. هدف ما أصاب أصحاب الأرض باليأس بدليل أنه نجحوا بعد ربع ساعة بإعادة الأمور للإصابة من خلال هدف التعادل لهشام لشحيمي. الفريقين حاولوا التسجيل بالشوط الثاني ولكن بخجل، وإجت صفرة الحكم لتأكد على تعادل الفريقين مرضي، وخصوصا لتضامن اللي دخل البطولة بتشكيلة معظمة شابة. مقولة انه لاعب واحد ممكن يغير مجرى مباراة اكد المهاجم طارق العلي لما دخل ارض ملعب الصفا بالدقيقة 69 وفريقه متعادل امام السلام صور بهدف لفرانسيسكو مقابل هدف لمحمد نصار. دخول طارق كان اشارته الاولى سلبية لانه المبرة تلقى بعد 4 دقائق هدف تاني بتوقيع محمود ابو عطيق وتحديدا بالدقيقة 73 ليتأخر 2-1. ولكن قاد العلي ثورة أسفرت عن تسجيل هدفين خلال دقيقة ونصف، الأول تكفل هو بتسجيله بعد لعبة مميزة مع صاحب الهدف الأول فرانسيسكو. أما الثاني وهو هدف الفوز فكان بتمريرة رائعة من العلي نفسه لفرانسيسكو يلي انفرد وسجل الهدف الثالث للمبرة والثاني الشخصي لإله بالمباراة وأهدى فريقه النقاط لثلاثة. ببساطة فينا نقول انه المبرة بعده مش متناغم، اما السلام صور فرح يكون على مدربه فؤاد سعد انه يقوم بالكثير من الشغل لبناء فريق قادر يلعب بالدرجة الاولى وبعقلية احترافية اكثر. اشارة لانه المباراة انطلقت متأخرة 14 دقيقة بسبب تأخر وصول الحكم اندريه حداد يلي عاونوا علي عدي وعلي المقداد وجيري السرق.
إلى طرابلس مع لقاء فريق المدينة وضيف شباب الساحل بقيادة محمد درويش وسامر بدر وعلي سرحال على الملعب البلدي. هالمباراة شهدت نجاح الفريق الضيف بإلحاق أول خسارة بفريق الشمال بعد شوط أول غابت عنه الفرص الحقيقية لفترة طويلة باستثناء محاولتين، الأولى لمهاجم الساحل حسن طهماز والثانية للاعب طرابلس إبراهيم سويدان قبل ما ينجح القناص طهماز بمنح التقدم لفريقه بدقيقة 35 لما استغل خطأ فادح من الحارس توني الظاهر. سلوك فريق طرابلس تغير بالشوط الثاني لما وضع الهجوم عنوان لمسيرته بهدف منع شبح الخسارة عنه وسط تراجع ساحلي واضح للحفاظ على التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. ومن إحدى الهجمات المرتدة كانت حلاوي يعزز النتيجة لتتوالى من بعض الفرص الشمالية اللي هددت مرمى الضيوف، ولكن دفاع الساحلي بقيادة حسن ظاهر استبسل لتبقى النتيجة فوز مهم لشباب الساحل. إذن مشاهدينا هذا كان ملخص أربع مباريات من الأسبوع الثالث لبطولة لبنان لكرة القدم، رح نناقشها بالتفصيل مع ضيفنا الإعلامي الأستاذ علي صفا، مع تذكير الأستاذ علي أنه كل موضوع رح نطرحه له دقيقة ونص فقط من الوقت حتى نعطي كل الأمور حقها. أول شيء أهلا وسهلا فيك قبل ما نفوت بالتايمينج. شكرا، تحياتي، كل عام وأنتم بخير. طبعا كيف شايف لهلأ الفوتبول قبل ما أحكي بكل عنوان، كيف شايف الفوتبول بدقيقة؟ الفوتبول اللبناني كل المتتبعين بيعرفوا أنه متأرجح وضعه، معظم الفرق متأرجحة وخصوصا فرق المقدمة متراجعة مبدئيا عن ما كانت عليه، في هناك فرق متحسنة من الصف الثاني الأدنى متحسنة، ولذلك النتائج عم تطلع شوي غريبة بعدها في البداية. بالنسبة للجمهور لابد ما نقول كمان كلمة عن الجمهور، البداية في بعض الحالات غير مشجعة لأنه ما فيش عليك قرار. تتركها لأنه إلى مطرحها، إلى مطرح تاني، إلى مطرحها الخاص بالحلقة. أوكي. بدي أبتدي بالموضوع الأول، والسؤال الأول هو انتصارات الإخاء الأهلي علي صدفة أم هزائم الأنصار واقع؟ الأخاء الأهلي جيد من سنة الماضية، كان جيد مجموعته، يبدو أنه تطورت هلأ، أدخلوا عليها عوامل جديدة، في عندهم أساس على أنه يحققوا نتائج جيدة وهذه ظهرت. بالنسبة للأنصار أعتقد بأنه دخل بشكل مأساوي، كان في عدد كبير من اللاعبين مش عم بيحضروا وكان في قصص مادية مش كويسة، لذلك روح الأنصار كأنه ما بدي أقول من الصفر بس كأنه من 25 وطالع بالمية وطالع عم بينبنى هلأ من جديد، ولذلك بده يتعثر أكيد. قبل ما نحكي عن كل فريق بالتفصيل بحب أقول أنه الأنصار قاسم ليلى بدأ يتدرب مع الفريق، راموس بدأ علاجه الفيزيائي، هذا اللي عم بيقوله أستاذ علي أنه الفريق عنده نقص كتير. نصرة الجمل باشر تمارينه مع الأنصار وموضوع عقده مع القوة الجوية العراقي مؤجل بانتظار موافقة الفيفا على تمديد مهلة التوقيع بالعراق، إذا حصلت نصرة بروع القوة الجوية، إذا لا باقي مع الأنصار. وطبعا محمد عطوي مطالب بمستوى أفضل مع تعزية جمال طه مدرب الأنصار بوفاة والده. بكل هالمعطيات للأنصار وين بتشوف الأنصار قدام شوي أكتر؟ مع الإشياء اللي قلتها حضرتك ممكن يتطور شوي، ولكن صعب أن يستعيد صورة الأنصار الحقيقي اللي هو أحد ركائز اللعبة المهمة، أقله بهالموسم، أقله يعني بهالموسم هذه في حالة مش كويسة. بنعرف عوامل الاستقرار تبعت الأنصار ما كانت موجودة، نتمنى أنه تحصل هذه العوامل، نتمنى أنه في بعض اللاعبين مثل ما قلت عطوي ما يكونوا مزاجيين بعملية الحضور وبعملية التدريب وكذا، هذه الأسس لازم تكون موجودة بالأنصار لحتى يرتفع مستوى اللعب. منروح على سؤال تاني، بس قبل بحب أذكر أنه بموضوع الأخاء حسن الملاح بيحتاج لعشرين يوم ليصير جاهز، وبالتالي هو يعني مع انطلاق المباريات بالمرحلة المقبلة قد يكون جاهز. الأجانب ما تأقلموا بعد مع الفريق كما يجب، طبعا عم نحكي عن علاء بيضون وفهد عودي ومصطفى حلاق يعتمد عليه إنما ما زال غائب عن التمارين لحد هلأ، إن شاء الله بيكون الوضع أفضل بالمرحلة المقبلة. ما هو سر التضامن صور برأي أستاذ علي صفا السنة؟ أول شيء لما نقول صور وتضامن صور في عندهم خزينة كتير جيدة، عندهم طاقات وروح جيدة جدا، ولذلك كل موسم بيعتبر بيبدأ أنه متخوف ولكن بيحقق مفاجآت عادة. المفاجآت إلى أسس كمان روح اللاعبين، المنطقة بتولد لاعبين، وهذا يعني أحد الأسباب اللي ممكن يعملوا نتائج جيدة ويبقى. لكن نتمنى، ما بحب كتير التمنيات، بس تضامن صور كان أفضل بكتير سابقا، لكن العوامل اللي تخليه متطور مثل الأول يبدو أنه
مش موجودة. هون يمكن جمهور التضامن مطالب أنه يطول باله على فريقه، بعده بينظر لفريقه على أنه التضامن اللي كان من 10 سنين، بينما يعني مطلوب منه يربح على كل الفرق، وهذا شيء كتير صعب يعني بإمكانيات التضامن اليوم. ماذا عن الريسينج يلي يعني عنده لاعبين هلأ عم تستكمل صفوفه؟ علي حمية عم يرجع من إيقاف من كأس النخبة، حسن خاتون شفي من إصابة الغضروف، علي بلوط بدأ تمارينه بعد شفائه من الإصابة. كيف بتشوف الريسينج اللي عامل نتائج مثل التضامن يعني؟ نعم. نتائجه جيدة. نعم. خليني أشوف على الركيزة اللي كانت سنة الماضي. سنة الماضي الريسينج لعب بطريقة كتير حلوة. ايه؟ مع مدربه العراقي. صح. لعب بطريقة جماعية ولعب بتكتيك وروح عالي جدا، ولذلك فاجأ الفرق وفاز على 3/4 الفرق المقدمة. الروح هذه ما زالت موجودة بشكل معقول منها عند هذه المجموعة اللي هون، ولذلك الولاء للاعبين، ولاء اللاعبين كتير مهم لفريقهم. يبدو بيحبوا فريق بشكل منيح بغض النظر عن الماديات اللي هي مش متوفرة كتير حتى برسن. في عندهم بعض اللاعبين بخطوطهم، بعض اللاعبين بخطوطهم عم يجمعوا الفريق بشكل مهم. عندهم فعلا 3-4 لاعبين موهوبين جدا. منروح للموضوع الثالث اللي هو مباراة السلام سور والمبرة، والسؤال اللي بيطرح نفسه ما هي المشكلة في السلام سور؟ فريق عم بيأدي أداء مقبول، إنما النتائج عم تكون دون المستوى. انت بيعرفوها دائما، تلعب وما بتسجل بده يتسجل فيك جوال، بدهم ينهوا الهجمات بشكل كتير منيح، وإلا عطاؤهم جيد في الملعب. عودة أسامة حيدر رح تكون حل، قد تكون حل لمشكلة دفاع السلام سور، انتظام أحمد تراب بعد العودة من الإصابة، والمشكلة الأساسية كان انضمام 7 لاعبين للفريق بالأيام الأخيرة قبل التوقيع بينهم 2 الأجانب. نعم. هذا دليل انه التحضيرات ما بتكون جيده لاسباب ماديه اكثرها موجود بتكون، ولكن بده نفس الشيء مثل ما قلنا لفريق التضامن، بدنا نقول للسلام خلينا ننتظر 3-4 مباريات بعد قبل ما يصير التوليفه متاقلمه، ولعلهم بيحققوا بعض النتائج الجيده. شفت المبرة بمباراته اللي كانت منقوله بالاسبوع الاول مع النجم مباشره، وشفناه بمباراتين ثانيين، هل يقنع هذا الفريق الذي لطالما لعب دور الحصان الاسود؟ هل يقنع بالمجموعة اللي معه؟ بعد عندهم بعض الأشياء، ولكن بخط الوسط نقصهم. يعني علي الأتات كان فاعل كتير مهم برأيي. صح. راح علي الأتات فبصير في خلل، مش بس بالوسط، بصير في خلل كمان على الهجوم. ولولا وجود لاعب مميز جدا مثل طارق العلي، بيعرف يعمل من ربع الفرصة بيعمل فرصة كاملة بيعمل هدف، لكانت القصة معكوسة. يعني وجود طارق العلي عم بيعوض نقص الفاعلية تبعت الوسط. هون كان في تساؤلات بالوسط الكروي عن سبب عدم إشراك طارق العلي من البداية بمباراة فريقه الأخيرة، ولدى سؤالنا إدارة النادي قالوا لا أبدا ما في أي مشكل مع طارق، بالعكس إشراكه متأخرا كان خوفا على عليه من تفاعل إصابة كانت موجودة عنده، وقالوا لنا أنه بغياب أسامة الصقر مع المنتخب الوطني رح يدرب الفريق جورج عساف وحسين حمود. بنروح على الموضوع الرابع والأخير يلي كان حقيقة هو موضوعين بموضوع الساحل، هو نجاح مدرب والسؤال عن طرابلس، لماذا لا يفشل حتى الآن في فك عقدة الفوز؟ بالنسبة للساحل بالأول، الساحل بدأ متأخر جدا صحح مشكلته مع بالنسبة للرئاسة، وإجا الأستاذ سمير هلأ رئيس، منه غريب عن النادي أبدا. اللاعبين أيضا فين يقول الولاء ولئن مش عم ياخذوا حقوق ماديه كما يجب، ولكن ارتضوا بشيء من الماده، لكن ولئن للفريق واسلوب صراحه الحاج محمود مميز بهذه الشغله، مخلص تسريع هذه التسريع بعمليه التوليف الساحليه اللي عم تعطي نتائج معقوله حتى الان، هو سر نجاح المدرب واللاعبين والاداره الان. طيب هون بدي اقول لك انه الساحل ابتداء من بكره بيدخلوا بمعسكر محلي يعني بملعبهم صباحا ومساء لمدة 10 أيام لتعويض التحضير المتأخر، وكمان رح يخوضوا عدة مباريات محلية ويمكن احتمال ضد فرق سورية إذا زبطت الأمور معهم، وأولى المباريات رح تكون مع السلام سور بالبابلية يوم الأحد المقبل. ماذا عن طرابلس؟ فريق طرابلس كان مبهم بالنسبة لمعظم الفرق الموجودة، لأنه كانوا عم بحضروا حالهم بشكل مغلق مش مفتوح، لكن بعد فريق طرابلس ما بين على حقيقته، أعتقد بده شي مباراتين أو ثلاثة.
انا بقول هون كمان بدون صوتي لصوت الاستاذ علي، فريق طرابلس تحضر بتركيا بذكر قبل الموسم، عنده لاعبين مميزين، تاثر بالمباراه الاخيره باصابه لاعبه البرازيلي جيوفانيا اللي ما كان عم يلعب بالركبه، وبعتقد انه بالوقت المناسب يعني مع عوده المباريات رح يلعب. بعتقد انه المشكله بالطرابلس هي ضعف الاحتياط، يمكن مثل عده فرق موجوده بلبنان. طبعا الدوري بده نفس طويل واحتياط طويل والتزام للاعبين طويل، هذه مش مباراتين ثلاثه، هذه في عنا 20 مباراه تقريبا، فبده يكون في احتياط، اذا ما في احتياط اي لاعب او لاعبين مؤثرين بيعمل خلل كبير بالفريق. هون يمكن قال الاوان انه نحكي عن المباراه الخامسه، لانه بذكر المباراه السادسه ما تلعبت تاجلت يلي كانت بين الصفا والاهلي صيدا، المباراه الخامسه كانت بين العهد والنجمه من تاريخ 24/9/2009، يعني من سنتين وشهر واحد وايام، لما ربح على العهد بركلات ترجيح بكأس السوبر، ما قدر النجمة انه يفوز على العهد، على العكس كان التعادل عم يحصل مرتين والعهد عم بيفوز 5 مرات. شو كان نتيجة اللقاء السادس بين الفريقين؟ نشوف سوا. مع واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة للدوري اللبناني، المباراة التي تجمع العهد حامل اللقب والنجمة أحد فرق المقدمة، ربما نشوف الكرة يا رجل يا راجل، ماذا تفعل يا راجل؟ كلام تاني، ادي حسن محمد بيلعبها على طول، يا ولا يا ولا يا ولا، لمسه ولعبه مره تانية، احمد زوري خطا في مرماه نيران صديقه، نيران صديقه، ان يعني سنرى ونتابع، ادي الكره اتلعبت على طول، انما لعب احمد زوري معديه ويضع قدمه، حسن محمد ماشي ناحيه اليمين بيلعبها على طول باتجاه ويستلم ويعدي، وخطيره خطيره سليمان مامام، ويغير اللعب باتجاه حسن مزر وحسن محمد، حسن محمد خدها ودخل منطقه 18، يا سلام يا سلام يا سلام، ادي الراجل خارج الخدمه بالتمام، ومحمد حمود واقع على الارض، حسين دي حسين دي بيلعب العرضيه يا راجل يا راجل، كيف تضيع هذه الكره يا علي؟ العب وادي محاوله واحده بواحده، حطها لنادر كاره، نادر كاره بيلعبها حلوه وتعانق الشباك، واحده من اجمل المباريات يا محمود يا علي، واحدة من أجمل المباريات يا محمود يا علي، بل من أجمل اللعبات هذه الكرة التي جاء منها الهدف الثاني، شوفها مرة ثانية، شوف اتلعبت على طول، هذه هنا نادر كارا بعد ما لعب فيها أو يعني تعامل معها، لكن داخل وحاطط دماغه مظبوط، لحظة تحرك حارس المرمى، هذه محمود العلي لعب الأمامية، مفيش تسلل، استلم وانطلق على طول محمود العلي وعدى وعدى وخطير، وصدقت توقعاتك يا علي يا صنيط، صدقت توقعاتك يا علي يا صنيط، بيقول اللعب بالمخ، يا السلام يا ابني، مباراتك وحقك، ياه 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 يا محمود يا علي، مباراتك وحقك، اعمل اللي انت عايزه، جايب جولين، فريقك متقدم بثلاثيه، بص عدى ازاي، عدى ورقص وحطها من تحت ايده الشمال، انما رقص على طول هاسم زين، حصل علي علويه طولت منه انما لعب وخده على طول، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا راجل؟ ده ساب لك الاولانيه، لكن اسامه موجود، ادي اتلعبت ومفيش تسلل، وشعيط 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 وشعيط، محدش احسن من حد يا شعيطو، وصفره النهايه. وهيك كانت عم تنتهي مباراة النجمة والعهد اللي كانت منقولة مباشرة على شاشة الجديد إلى فوز كبير للعهد وعودة الثقة لحامل اللقب بنتيجة 3-0. محمد باقر اليونس أهلا وسهلا فيك، يعني غيابك عن المنتخب بزعلنا بس وجودك معنا هون بيسعدنا. محمد شو اللي تغير بالعهد؟ يعني ليش البداية السيئة بالفريق؟ وهون بدنا نقول لعلي زنيت أنه توقعاته زبطت، تنعاد عليك، شو المشكلة كانت بالعهد؟ ليش بلش سيء وليش انقلبت الأمور بالمباراة؟ مساء الخير، وبعيدكم وبعيد الأستاذ وبعيد الجمهور اللبناني مشاهدين الجديد بعيد عيد الأضحى. بتعرف أنت الوصول للقمة ممكن يكون أسهل من الحفاظ على القمة، وهذا الشيء كان عم يتأثر فيه لاعبين العهد، وحتى يعني
اللاعبين الجداد اللي مثل اللي حضرتي او مثل علقتات انه جينا على الفريق اول موسم، يعني بضل اللاعبين تحت ضغط، ممكن تاثرنا منها باول مباراه وثاني مباراه لما خسرنا من الصفا، فهذا شيء اثر علينا، فصرنا بحاجه لربح حتى نرجع ترجع الثقه وترجع همه الفريق وترجع روحه الفريق. اهم شيء روحيه الفريق، كانش في روحيه ابدا اول مباراتين، يعني صار في حكي كثير انه ضغوط علينا وعلى المدرب. هذا الشيء كلياته انتسى، اكيد بده ينتسى كمان على اول مباراه بنربحها. فلما ربحنا مباراه النجمه انتست كل شيء قديم، وان شاء الله فتح اللاعبين وفتح مع المدرب فتح صفحه جديده وصفحه ان شاء الله الحفاظ على اللقب. قبل ما انقل عند استاذ علي بدي اسمح لحالي اقول خبريه صارت بيني وبينك وبين عباس عطوي اونيكا. بعد المباراة الأولى اللي انتهت بخسارة العهد أمام الصفا 2-0 التقيت بالشباب، فكانوا عم بيقولوا لي إنه إيه الغرور، يمكن ما مش مستوعبين إنه نحن بنخسر، فريق تعود على مدى 3 سنين يربح. هل تعتقد إنه هيدي مسألة انتهت، انطوت هاي الصفحة؟ إن شاء الله انتهت، أكيد انتهت. إنه منيح اللي صارت معنا بمباراة الصفا ببداية الدوري، ما صارت معنا بنهاية الدوري. انه هذا الشيء يمكن بالاول بتعوضه، نتمنى انه كنا ربحنا، بس هذا الشيء صار بكير، نحن صار بكير عشان نفهم كلياتنا انه ما في كبير بالفوتبول، لا العهد كبير ولا السلام صور مع حفظ الالقاب ومع كل شيء، مع احترامي لكل الانديه، انه في فرق بيناتهم، اللي بيكون رجال داخل الملعب هو اللي بيربح. صح صح، هذا اللي شفناه امبارح فعلا، يعني بذكر جمهور الفوتبول بعتقد كله تابع مثلي برشلونه مع اتلتيكو بلباو، يعني اتلتيكو بلباو فريق يمكن لا يتمتع ب 20% من امكانيات برشلونه، بس فريق كان مقاتل بالملعب وكل العوامل كانت معه، فقدر انه يطلع بتعادل مع بطل اوروبا بكل بساطه. استاذ علي بدي اسالك عن النجمه. النجمه حصد 6 نقاط بالاسبوعين الاولين رغم النقص العددي. فات على الاسبوع الثالث وتلقى خسارة كبيرة، أنت إذا بدك تلخص أسباب الخسارة 1-2-3-4 شو بتقول؟ أول شيء العهد كان مرتاح يوم زيادة، وهذه الـ 24 ساعة عن النجمة، يعني هيدي بتعطيه أفنتاج بالنسبة للياقة البدنية. مجموعة العهد بشكل عام هي أفضل من مجموعة النجمة. النجمة بعده فريق منه مستقر، منه ثابت، متأرجح كتير، ممكن يفاجئك يربح مثل ما فاجئنا ربح من الصفا وحتى بلاعبين أقل، ممكن يفاجئنا يرجع يتزحلق قدام فريق تاني ضعيف من الصف التاني. يعني على كل حال في كان كتير كلام في الملعب عم يفقدوا أعصابهم بعض اللاعبين، هذا كتير غلط، مش مزبوطة هذه الشغلة. في لاعبين عم بيبعدوا، يعني ما شفنا مثلا المدافع الدولي بلال نجارين، ما شفنا أكرم كمان الدولي، ليش؟ بقولوا لأسباب خاصة اللاعبين. هذا الاحتياط بعده مش احتياط، أنا هاي نقطة حاططها بدي أحكيك عنها، احتياط النجمة. بالضبط، بدأوا النجمة مش مركزين فريق على أساس دوري طويل، يعني بيحمل 20 مباراة أو شيء، ما بعرف ليش عم الأجانب. المهاجم بعد ما بدنا نظلمه، بس لحديت هلأ ما بين هل هو مهاجم أصلا؟ ماني عارف بالضبط، بس هن عم بيلعبوا مهاجم، فنحن عم نشوفه كمهاجم، فما بعرف كنا نحكم عليه كمهاجم. ايه بعدين بعد مباراتين ثلاثة قد نظلم يعني الشخص غير اللبناني من مباراة اثنين، بس خلينا نشوف بعد مباراتين. هلا كل هالعوامل هاي ما بتخلي فريق النجمة انه يقول هذا مستقر، هذا فريق مستقر، فممكن يتزحلق بأي وقت. هون بدي احكي شغلي عن موضوع دفاع النجمة وتحديدا بلال نجارين، وطبعا بقول مش من باب اسداء النصيحة، بالعكس من باب رأي انسان بحب الفوتبول وبحب فريق النجمة، انه الخلاف بين بلال والمدرب اذا صح التعبير هو اقل من حاجه الفريق، يعني الفريق ابدا ومستقبل الفريق ابدا ونتائج الفريق ابدا، فانا بدعي لحل هالمشكله لانه واضح انه مشكله بسيطه جدا وما بتستحق هالخلاف ولا لا استاذ علي؟ مهما كانت انا معك، مهما كانت الخلافات مع أشخاص، حتى مع المدرب، حتى مع إداري، حتى مع كذا، في مصلحة الفريق وكان واضح بالمباريات العهد أنه في مشكلة بخط دفاع النجم. إيه، فاللاعب لازم يكون عم يلعب للفريق ولا شخصه كمان الكريم، بس شخصه من ضمن الفريق
بده يعطي يعني يعني عطائه بده يكون من ضمن عطاء للفريق ككل مش فردي. فمشان هيك مهما كانت المشكلة مهما كانت لازم يضل مع الفريق. بدي أرجع لعند أستاذ علي لأحكي كمان عن لاعبين النجمة، بس قبل بدي أسألك باقر، كيف العلاقة أنتو والكوتش ثيو بوكر؟ كان في حكي أنه بمحلات مش منيحة، مزبوط ولا لا؟ هو صحيح صار في حكي، بس حد يعني أكد لك أنه ما في شيء مزبوط من كل اللي عم ينحكى أبدا. أنه يعني عادة هو النتائج السيئة بتجيب الكلام العاطل، أفهم بهالتعبير. بس أبدا أبدا ما في شيء يعني من كل اللي انحكى. حتى يعني الإدارة مشكورين أنه سعوا دقوا بالموضوع، طلع كل شيء مش مزبوط من كل اللي انحكى. يعني الموضوع النتائج السيئة شيء طبيعي بدها تصير، بده يصير. تعرف انت الفوتبول بلبنان يعني بيصير في عفوا بعض الاعلاميين بكبوا حكي هون او بكبوا، او بعض اللاعبين اللي ما بيلعبوا بصير يكبوا حكي. بس التعامل المدرب مع اللاعبين طريقه كتير محترف يعني احتراف. يعني نحن شوي يعني عم نتعوق لنفهم طلبات المدرب مننا، لنحن نفهم طبع المدرب. هذا شيء يعني مع الوقت بصير، بس مش ضروري يكون في خلاف ابدا. يعني الخلاف مش موجود نهائيا. يعني كل شيء عم يطلبه المدرب يعني تقريبا 60-70% صار عم يتنفذ. هذا الشيء اللي صار، وشفنا نتائج هذا الموضوع بمباراة النجمة. يعني الحمد لله يعني يعني ثلاث ارباع اللاعبين او كل اللاعبين نفذوا كل شيء بده اياه المدرب، والحمد لله حصلنا على نقطة ثلاثة. هذا اهم شيء، وهذه مثل ما برجع باكد لك وبذكرك، هذه ان شاء الله انطلاقة نادي العهد. على كل حال هي صار شيء مشابه لها السنة الماضية. صحيح. مثل كل أسبوع مشاهدينا عودناكم نختار لقطة فريدة إذا صح التعبير من مباريات الأسبوع. بالأسبوع الثالث اللقطة الفريدة اللي اخترناها فعلا كانت لقطة فريدة، لأنها منحت أحد الفرق ثلاث نقاط وخطفت من أحد الفرق ثلاث نقاط. خلينا نشوف هذه اللقطة. هي مش بحاجة للتعليق لحارس مرمى طرابلس طون الظاهر، هو وعم يهدي شباب الساحل هدف وثلاث نقاط. شوفوا هيدي اللي بنسميها فعلا مشاهدين هدية مجانية. أكيد طوني مش قصده يعني، بس أنه غلطة الشاطر بألف يا طوني، واستحقت لقطة فريدة لهالأسبوع. كمان بنروح على شيء تاني، هو الحالات التحكيمية اللي مثل ما بقلكم أنه تعودنا كل أسبوع نختار نخبة الحالات التحكيمية. ما بدنا نحط أي حالة بتصير بوسط الملعب أو حالة مش مؤثرة، واللي شفناهم مؤثرين كانوا حالتين. خلينا نشوفهم نحن وياكم. الحالة الأولى هي للاعب الأنصار محمود كوجك يلي بيتعرض لإعاقة من أحمد النعماني، والحكم ما بيحتسب ضربة جزاء برأينا كانت مستحقة لفريق الأنصار. الثاني لاعب النجمة حسن المحمد بيتخطى حارس العهد محمد حمود، والأخير بيعيقه بشكل واضح، والحكم ما بيحتسب ركلة جزاء لمصلحة النجمة. وكمان برجع بقلكم هيدا برأينا. الفقرة التالية يلي بدي أخذ رأي الضيفين الأستاذ علي صفا ومحمد باقر يونس فيها هي وحدة من هالحالتين، رح نعيد عرضها وناخذ رأيكم فيها، هل كان هناك ركلة جزاء للنجمة ولا لا؟ عارف نشوف سوا. استاذ علي ما بدي احط محالي محل الحكم طبعا، فيها شيء طبعا فيها شيء، بس بدنا نقول شغله صغيره. نحن بنشوف اللقطه دائما مره واثنين وثلاثه، الحكم بيشوفها بنص ثانية بلحظة واحده مزبوط. فمشان هيك لازم يكون تمركز الحكم وتمركز المساعد بشكل كتير مهم، وحبذا لو الاتحاد كمان بيحط عنا حكم خلف كل مرمى على طريقه على الطريقه الاوروبيه. بنوفر كثير، صحيح بيدفع شويه مصاري زياده، بس بنوفر كثير من الاشكالات. فيها شيء، لكن انا ما بقدر احط حالي محل الحكم لانه هو الزاويه اللي كان فيها غير انا الزاويه اللي عم شوفها. محمد عم تحكم على شيء ضد فريقك، شو رايك؟ فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. يعني لاحظتوا انه اجرين حسن مزهر اجوا قدامه مش على اجرين حسن، لا ايد الحارس ايد الحارس من تبعت لنا صراحه.
ما انتبه له. على كل حال باقي يا ما انتبه له يا ما بده ينتبه له، بس نحن انتبهنا له. نحن بنقول انه في ركلة جزاء، بس بالاخر بيبقى مثل ما قال استاذ علي راي الحكم هو الفاصل. استاذ علي سؤال سريع بثواني لو سمحت قبل ما نروح على الفاصل، بدي اسالك عن اللاعب الليبي المدافع الليبي بصفوف النجمه اسامه منصور، كيف لقيته؟ أسامة منصور لاعب جيد، ولكن اللاعب الجيد بده مجموعة كمان متفاهمة، يلعب ضمن مجموعة متفاهمة. كمان رح أقول معلش رح أميل على اللاعب العهد نادر. أنا نادر شايفه بطرابلس لاعب مميز، كتير مميز، كان لاعب شايفه بطلعته وقت بعده طالع جديد، ولكن بعد ما عطى اللي عنده. وطبعا ترجع للمدرب بوكير هدي كيف عم بيلعبوا محل تقريبا معظم الأوقات اللي كان فيه حسن معتو على جهة الشمال. أنا بتصوره لنادر، طبعا هذا رأي خاص واضح، يعني هو خلف المهاجمين بيقدر يلعب. اللاعب كتير بمرر، لاعب بيخترق، لاعب بيشوط بالإجرتين وبالرأس. فلاعبين الأجانب ما بدهم يتأقلموا مزبوط مع المجموعة حتى يعطوا مستوى. رح نحكي أكثر مشاهدينا عن النجمة والعهد، إنما خلينا نروح لفاصل إعلاني أول، وبعدها بنتابع نحن وياكم مقالات نشرت على الإنترنت أو مواضيع نشرت على الإنترنت وأجمل هدف وأفضل حارس مرمى. عودي مشاهدينا لبرنامج أوفسايد وفقرة من الإنترنت، وطبعا هذه فقرة بنختار فيها مقالات مهمة نزلت بالجرائد أو الصحف المحلية أو المجلات أو كلام قيل بالمنتديات، وهون رح نجمع بيناتهم بمقالة نشرت للأستاذ علي صفا تحديدا يوم الجمعة بعد بعض الهتافات اللي صارت بمباراة النجمة والعهد بملعب المدينة الرياضية. أستاذ علي كتب مقالة عنوانها زعران الكرة ونشرت بمنتدى كورة، وكان في تعليقات لجمهور الفوتبول عليها. استاذ علي بيقول بمقالته طبعا بمقطع منا: في لقاء العهد والنجم الأربعة فاز العهد بجدارة وخسرت الكرة والجميع، حضرت شلة منسوخة من الشلة التي انطلقت وسببت منع الجمهور منذ 5 سنوات، فخنقت اللعبة شلة من 30 ولدا دون 20، شكلها أزعر بهتافاتها ضد العهد وأبو بكر والحكم، طبعا أبو بكر اللاعب والحكم وحتى بعض اللاعبين، تجلس ضمن بقعة ضلعها 10 أمتار. وهون كان في ردود طبعا للقراء، معظمها كانت مع رأي الأستاذ علي. واحد منهم بيقول أنه علي صفا وجريدة الأخبار أكبر من أن يتناول الموضوع من زاوية طائفية، وكذلك على القراء أن يأخذوا هذا المقال بعيدا عن التحريض والإشارات المذهبية، أنها صرخة من ناقد رياضي عايش ويعايش الحراك الرياضي، وتحذير إلى السلطات والاتحاد بمعالجة مشكلة الزعران من كل جمهور بلا استثناء، والذي يتخذ من الهتافات السياسية أو الطائفية منفذا وبابا لإفشال كل ما هو جميل في عالم كرة القدم. أستاذ علي صفا، السؤال موجه لك مع معلومة لبرنامج أوفسايد أنه القوى الأمنية فعلا، وهذا كلام رسمي، أبدت انزعاج شديد من هذه الثلة من الزعران لما بيتعدوا 30 واحد لأساءوا لجمهور النجمة، لنادي النجمة ولكل جمهور كرة القدم بلبنان. شو بتقول، شو بتزيد عن اللي قلته بهالموضوع؟ بدي أشرح، ما رح زيد كتير، بس بدي أشرح بعض الشغلات. شكرا للقوى الأمنية وللجيش يلي تضايقت، بس السؤال هو لما بتتنظم مباراة دوري رسمية عادة يكون مسؤول التنظيم هو الاتحاد، صحيح، وتنفيذ الأمنية لقوى الأمن، وين النادي؟ بس النادي بيساعد معنويا بالرابطة، يساعد معنا، ما عنده أي سلطة على الجمهور النادي. الاتحاد هو المسؤول الإداري بالنظام تبعه بالمادة الثانية أظن، هو الذي ينظم المباريات، والدليل على ذلك أنه بياخد 20% من المداخيل لقاء تنظيم المباريات. فإذا الاتحاد إداريا والقوى الأمنية هي أمنيا. الاتحاد بيقدر يعطي بعض الملاحظات، ما حنقول الأوامر، بعض الإشارات لقوى الأمن بإخراج ناس من الملعب، وعلى القوى الأمنية أن تنفذ هذا الشيء. السؤال هو ما هو مدى الاتفاق ما بين الاتحاد والقوى الأمنية؟ شو هي الخطوط الاتفاق لضبط الأمن في الملاعب، وخصوصا هي هذه الشلة الموجودة كانت التي أساءت إلى الجميع. أنا جلست كنت في المباراة
وكان في جمهور في منتهى الأودمة ومنتهى الكذا. وأنا كنت واحد من اللي مضايقين جدا من هذه الشلة اللي طلعت فيها عدة مرات وجدتها ما بيتجاوز 20 شخص الأساس تبعهم بمربع محدد موجودين، وقوى الجيش مشكورة كانت حواليهم وشايفتهم. السؤال هو هل هناك أي قرار بضبط هؤلاء وإخراجهم أم لا؟ هذا السؤال الكبير. وما هو القرار ما بين الاتحاد، تنسيق ما بين الاتحاد والقوى الأمنية لضبط هؤلاء؟ الشغلة الرئيسية أنه بكل ملاعب العالم، الكرات المتحضرة في العالم، حتى ما أقول العالم المتحضر، بيكون في فرق أمنية متخصصة بضبط الملاعب. نحن ما عندنا إياها. في تخصص لقوى أمنية بضبط الملاعب تنسق مع الاتحاد وتنفذ شو بده الاتحاد. بس بعطي مثال صغير، في مباراة الكرامة والقادسية الكويتي من سنتين أعتقد، صار شيء بالمدرج، ضربوا أناني على كذا وشتموا لاعبين من الكرامة، جمهور معين. وقفت الإدارة اللي تحت المسؤولين وقالت له للحكم ما بصير، نحن ما بنقدر نلعب بهالشكل. أوعز الحكم إلى القوى الأمنية أن تخرج المشاغبين من فوق، وخرج حوالي 2000 واحد من المدرج كاملة. هذا مش موجود، هذا التنسيق عنا نتأمل أن يكون موجود. ودول ما بيمثلوا على فكرة نادي النجمة، أكيد ما بيمثلوا، هدول النجمة أكبر من هيك ولا كرة القدم. بعد في لو سمحت لي شغل صغيرة، تفضل. مين عم يدخلون هدول عن البواب؟ مين عم يدخلون عن البواب؟ أنا اللي بعرفه، لا أنا اللي بعرفه بصراحة أنه تكفل كل نادي يعرف مين جمهوره اللي بده يفوت على الملعب. أنا راح أقول شغلي، أنا فت عن الباب الرئيسي بالسيارة وعدت رجعت وبدي أخذت بطاقة لصديقي، عرفت كيف، وطلعت ما في أي مراقب على الأشخاص اللي عم بيقطعوا كروتي. مين ما كان عم بيقطع بطاقة؟ أنا بدي أقول نقطة إضافية، أنه نحن مستعدين بكل المباريات المنقولة على الهواء مباشرة، إذا بصير أي هتافات من هالنوع، نحن مستعدين بكاميرتنا نصور الأشخاص اللي عم بيقوموا بهالهتافات، وإذا بحبوا الاتحاد أو القوى الأمنية نحن مستعدين نزودهم بالصور ولتتخذ الإجراءات بحقهم. شو مين كان أفضل حارس مرمى بالأسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم؟ هو للمرة الثانية حارس مرمى شباب الساحل عيسى الدحويش. خلينا نشوف ليش. إذن 1-0 كان الشباب الساحل متقدم على الإخاء الأهلي علي، مثل ما قلنا بهدية طوني الظاهر. ليكو بالمقابل عيسى شو كان عم يعمل؟ كان نجم المباراة بكل معنى الكلمة، خلص مرمى فريقه من عدة فرص محققة، كان عنده روح قتالية عالية جدا، واستحق بالتالي أنه يكون أفضل حارس مرمى للأسبوع الثالث من بطولة لبنان لكرة القدم، وهذه هي تاني مرة عيسى بحقق هالإنجاز. مين كان أفضل هدف كمان؟ خلينا نشوف نحن وياكم مين كان أفضل هدف بالأسبوع الثالث من بطولة لبنان. كان كرة ملعوبة بطريقة كتير حلوة، كرة بنص الملعب بيقطع عباس عطوي أونيكا، بيلعبها طويلة لمحمود العالي اللي بيتخطى قاسم الزين وبيسدد لحظة خروج المرمى، خروج الحارس من المرمى. كرة كانت ملعوبة من بدايتها، والنتيجة النهائية كانت فوز العهد طبعا، وهالهدف استحق أن يكون أفضل هدف بالأسبوع الثالث من بطولة لبنان. خلينا نشوف ملخص سريع لهالأسبوع يلي كان عم يتسجل فيه 5 نتائج، لأن المباراة السادسة بذكر تأجلت بين الصفا والأهلي صيدا. الأنصار كان عم يخسر مرة جديدة، وهالمرة 1-2 قدام الإخاء الأهلي علي. تضامن صور كان عم يتعادل مع الريسينج 1-1. طرابلس عم يخسر قدام شباب الساحل 0-1. المبقى عم بيفوز على سلام سور 3-2. العهد عم بيفوز على النجمة 3-0. 14 هدف، 27 بطاقة صفراء ولا بطاقة حمراء بهالأسبوع. ترتيب الأندية حاليا، الإخاء الأهلي منفرد بالصدارة ب9 نقاط، خلفه شباب الساحل بفرق الأهداف عن المبقى والنجمة. تضامن سور 5 ب5 نقاط، السادس العهد ب4 نقاط، صفا سابع ب3 نقاط ومباراة أقل، تامن الريسينج مثله مثل الأنصار بفرق الأهداف، عاشر طرابلس ب2، وبالمركزين الأخيرين السلام سور والأهلي صيدا، إنما طبعا من دون نقاط، إنما مع مباراة أقل للأهلي صيدا مع الصفا. ترتيب الهدافين، عباس عطوي بالمركز الأول مثله مثل محمود العالي من العهد، فرانسيسكو من المبارة، حسين طحان من الأخاء، وبالمرتبة الثانية بهدفين فهد عودي من الإخاء الأهلي علي، و
طارق العلي من المبرة. طبعا هذا كان ملخص هالأسبوع. قبل ما أرجع لضيوفي هيك بدنا نعملكم بريك كوميدي مثل ما عودناكم. بكل حلقة بنختار أجمل لقطات في إلا طابع كوميدي كانت عم تصير بملاعب الفوتبول اللبناني وبنحولها لفقرة شوي بتضحك أو شوي بتثير علامات استفهام. خلونا نتابع نحن وياكم. أكيد الحقيقة كلهم ما بدون تعليق مش بس هيدي. وقفة سريعة مع وقفة إعلانية بنرجع بعدها لنحكي عن أخبار المنتخب اللبناني، عن رضا عنتر، عن بقية اللاعبين اللي استكملوا التحاقهم بالمنتخب، عن مباراة العراق وعن إجراءات خاصة لمباراة لبنان مع كوريا الجنوبية. بريك ومنتابع. إذن إلى الجزء الأخير من برنامج أوفسايد المخصص للحديث عن المنتخب الوطني وتحضيرات المنتخب للقاء الكويت. طبعا المنتخب موجود حاليا بمعسكر بقطر، التحق فيه اليوم رضا عنتر. رضا كان موجود بالصين، وصل من يومين على بيروت عايد مع أهله وانطلق اليوم الساعة 12 إلى الدوحة. نفس الأمر بينطبق على يوسف محمد لاعبنا المحترف بألمانيا، وهيك بوجود رضا ويوسف بيكون استكمل المنتخب وجوده بالمعسكر بالدوحة. وخاض مباراة مبارح مع العراق من دون رضا ويوسف وخسر 1-0 بضربة جزاء ما بدي أقول مشكوك بصحتها، بس هيك جتنا المعلومات لأنه المباراة لم تصور. خلينا نشوف نحن وياكم تقرير عن المنتخب أعده الزميل عباس زلزلي، وبعدين نحكي مع ضيوفنا ومع فؤاد بلهوان من قطر. قبل دخول تصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 كان هدف المنتخب اللبناني عدم الخروج من السباق بخسائر كبيرة، ويمكن الحقيقة أنه ما كان في أي هدف. تعقد اتحاد اللعب مع المدرب القديم الجديد الألماني ثيو بوكير، وكانت غايته قيادة المنتخب بالتصفيات، ولكن لاحقا بلشت الطموحات تتغير. فبعد الفوز على الإمارات والتعادل يلي إجا بطعم الفوز مع الكويت أحد أقوى المنتخبات العربية، صار الطموح أكبر وبعيدا عن الشعارات. ان شاء الله الفريق كله بيكمل خلال يومين، ما عندنا بديل غير الفوز، حتى تعادل حيكون كتير صعب لنا. ان شاء الله عندنا اصرار وعزيمه انه ان شاء الله بدنا نربح باذن الله. ان شاء الله هذا التحضير حيخلينا نعلي مستوانا، يعلي اللياقه البدنيه، ونقدر نقدم مباراه كبيره بالكويت، ويعني اقل خسائر نجي بتعادل لهون لنضل بالمنافسه. هلا نحن رايحين نتحضر هونيك، بس ما في امامنا غير الفوز، لا تعادل ولا خساره. بس ان شاء الله ان شاء الله مثل ما قدمنا مباراتين جيده وقدرنا نفوز ونتعادل بالثانيه، ما حنرجع من هناك الا ربحانين باذن الله. التحضيرات صحيح جديه، انما بالمقارنه مع المنتخبات الاخرى بتبقى متواضعه، واللي بيعود هالشيء هو حماس اللاعبين. وان شاء الله بنوعد الجمهور بالربح اذا الله بريد، ما في شيء صعب مع تيو بوكير، ما في شيء صعب بحس مع المحترفين اللي معنا. ان شاء الله حتكون ماتش كبير وخلي اللبنانيين يصلوا لنا كلياتهم. قدمنا مستوى هون ضدهم للكويتية مستوى كتير رائع، وما حلفنا الحظ، تعادلنا 2-2، وان شاء الله بنعمل نتيجة هنيك وبنيجي بانتصار باذن الله لنتحضر لمباراة كوريا كمان هون. ان شاء الله رايحين نقوم بواجبنا ونلعب لأرزة لبنان، نرفع راس لبنان، وان شاء الله بالتوفيق الله يوفق كل اللعيبة والله يوفق كوتش بوكير، وان شاء الله بنفوز. يعني مباراة منا سهلة ومباراة كمان منا صعبة بنفس الوقت. بالتأكيد إذا تابع منتخب لبنان عروضه ونتائجه التصاعدية رح نشهد بالفترة المقبلة استعدادات وتحضيرات مختلفة تماما عن التقليد السائد من سنوات. فهل من الممكن نشوف منتخبنا الوطني بتصفيات المرحلة النهائية؟
طبعا ضم صوتي لصوت كل اللاعبين، بتمنى للمنتخب اللي محمد باقر يونس غايب عنه بهالمباراة بسبب الإصابة. محمد باقر بعيدا عن هيك الكلام الجميل، واقعيا شو انت كيف شايف المباراة؟ متفائل. ليش؟ لا، مثل ما علمنا الكوتش بوكر، يعني مدرب اشتغل كثير مع العرب، يعني كان بالسعودية ولا بمصر، فهو شايف انه حسب ما فهمنا انه تقريبا كل الفرق العربية كلها مستواها متقارب، صح، بيفرق شوي بعض اللاعبين فرديا، وكلها بطيئين اجمالا، بطيئين بالكرة، فهذا الشيء يعني عندنا حافز انه مثلا لما تلعب ضد الكويت مش مثل ما تلعب ضد كوريا، كوريا كثير سريعين، كان بالطابة وبلا الطابة، صح، فمنتخب الكويتي في عندنا حافز انه سرعتهم بالطابة مثلنا مثلهم، ونحن ذهنيا ان شاء الله كثير جاهزين للمباراة. بدي اخذ رأي من الكويت، من قطر مش من الكويت، فؤاد بلهوان المدير الإداري لمنتخب لبنان، عن مباراة لبنان والعراق اللي صارت امبارح وانتهت لفوز العراق 1-0، نتيجة قريبة جدا طبعا، وكانت يمكن بالدقائق الأخيرة من المباراة. فؤاد، كيف وضع المنتخب مع استكمال وصول رضا من بيروت اليوم ويوسف محمد من الإمارات؟ كيف وضع المنتخب؟ كيف معنويات اللاعبة، تحضيراتهم، وشو جو المنتخب بشكل عام؟ بدقيقتين بس. مساء الخير حسن. مساء الخير. ولكل الشباب، التحضيرات كويسة، سعى الاتحاد انه يكون عندنا معسكر قبل هالمباراة هيدي ضد الكويت، واللي هي بالحقيقة هي مبارتين عم نتحضر بنفس الوقت، مباراة الكويت ومباراة كوريا، لأن الوقت بيناتهم كتير قصير. الشباب منتظمين بالمعسكر كتير كويس، ماتش امبارح حقق اهدافه بغض النظر عن النتيجة وتوقيت الهدف اللي فات، بس كان الهدف من المباراة والوقوف على جهوزية اللاعبين بشكل اساسي، وإذا كان في بعض الثغرات أو الأخطاء نقدر نستفيد منها قبل الماتش الرسمي. هذا بشكل عام عن مباراة امبارح. اليوم الفريق عمل تمرين مشترك إذا بدنا نقول مع الفريق، مع المنتخب التايلاندي اللي موجود كمان بقطر، لأنه بقطر في أكثر من 6-7 منتخبات آسيوية معسكرة هون وتعمل مباريات نهار الجمعة. بشكل عام الأجواء كثير كويسة الحمد لله، الشباب عندهم عزيمه واصرار انه يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله. الجهاز الفني كمان عم يشتغل كل الوقت. فؤاد، هل في اي اصابات ولا ان شاء الله ما في شيء؟ لا الحمد لله ولا اصابه عندنا، كل الشباب منيح. ورضا ويوسف التحقوا بالمنتخب اليوم؟ الحقيقه رضا ويوسف حني هلا عم يظهروا من باب المطار. صح، صاروا عنا. واحد جاي، اثنيناتهم جايين من بيروت، بس واحد محترف بالامارات وواحد بالصين، والثاني بالامارات. صحيح. شكرا لك فؤاد، بتمنى انه كل هيك احلام اللبنانيين توصل للشباب الموجودين معك بقطر، وانه نحن مثل ما قال محمد باقر يونس متفائلين فيهم وانهم قادرين يعملوا نتيجه. استاذ علي، شو توقعاتك للمباراه من خلال مشاهدتك للمباراه الاولى ومن خلال الاجواء المعنويه اللي عم بيعيشها المنتخب اللبناني؟ بناء على المباراة الأولى يستطيع منتخب لبنان أن يفوز، مع الفارق أنه عم بيلعبوا على أرضهم الكويتيين، على المنتخب اللبناني أنه ما يتأثر كتير بعامل الجمهور. الفرق بين المنتخب الكويتي والمنتخب اللبناني كان بالشوط الثاني بنقطتين أعتقد. النقطة الأولى هي عملية تخزين اللياقة، كانت اللياقة البدنية، الجهد، اللياقة البدنية عند الكويتيين كانت أفضل. النقطة الثانية هي مراقبة رضا عنتر وإيقافه بوسط الملعب، هيدي نتمنى انه ما تكون موجوده. رضا عنتر الان بيمثل بالفريق مع الباقيين، حركه الوصل الكبيره والفاعله ما بين الوسط والهجوم، يعني امداد الهجوم بالكرات كثير عم بتكون طبعا عند اللاعبين الاخرين، بس لرضا نتمنى ان لا يراقب او لا يخضع للمراقبه. بقي او لا، بعض اللاعبين بالمنتخب اللبناني ارتقى مستواهم كثير مؤخرا، خصوصا عباس عطوي، خصوصا يمكن عباس كنعان، خصوصا قديش توقعاتك هيدي بتخدم المنتخب بالمباراه؟ اكيد في عندهم مش بس المهارات الفنيه، الروح تبعتهم اخذت روح الفوز، صار موجود عندهم روح الفوز.
قبل يمكن روح الانكسار، تمنيات الفوز بس مع الانكسار، هلا لا في روح الفوز ونستطيع ان نفوز، هذه كثير مهمه. هون بدي اقول قبل ما نختم مجموعه من الاخبار السريعه، هناك لجنه من الاتحاد والجيش والامن الداخلي تجتمع لوضع اجراءات خاصه لمباراه لبنان وكوريا الجنوبيه. في رجال اعمال لبنانيين رح يستقبلوا المنتخب بالكويت ويستقبلوا بعثه خاصه من الاتحاد والاعلام ورجال اعمال اعد الاتحاد للسفر بطائره خاصه للكويت يوم المباراه لحضور هالمباراه ومتابعه المنتخب. سمير سعد مدرب منتخب الشباب متيقن من التلاعب بأعمار اللاعبين بتصفيات آسيا للشباب، وطبعا الاتحاد اللبناني قدم طعن للاتحاد الآسيوي بهالموضوع. الأمر نفسه إجا من الاتحاد الإماراتي اللي أيضا قدم طعن بهالموضوع الأعمار اللاعبين المنتخب السوري، وهذا الموضوع قيد النقاش عند الاتحاد الآسيوي. أيضا بقول أنه دورة الكرة الشاطئية اللي كانت مقررة بالإمارات تم إلغاءها بسبب اعتذار منتخب العراق واستعادة عنا بثلاث مباريات لعبهم لبنان مع الإمارات اللي هي بطل آسيا بالكرة الشاطئية. لبنان خسر المباريات الثلاثة، الأولى انتهت بالتعادل 5-5 خسرها بركلات ترجيح، الثانية خسرها 4-6 والثالثة 2-6. آخر خبر بدي أقوله بهالحلقة اليوم أنه زكريا شرارة لاعب النجمة السابق سيوقع خلال أو وقع من يومين وسيسافر سريعا إلى ماليزيا للعب في صفوف بطل ماليزيا. أستاذ علي ختاما. ختاما برجع بقول تنعاد عليكم بالنسبة للرياضة ولكرة القدم، نستطيع الملاعب أن تنتعش إذا كان ما تضافرت الجهود كلها وعلى رأسها التنسيق بين الاتحاد والأمن. محمد بتمنى الفوز لمنتخب لبنان والزملاء، والله يوفقهم وإن شاء الله بالتأهل إن شاء الله. شكرا لمحمد باقر يونس، شكرا للأستاذ علي صفا، شكرا لكم مشاهدينا لوجودكم معنا كل هالوقت. بذكركم منتخب لبنان يلعب يوم 11-11 ويوم 15-11 مع الكويت وكوريا الجنوبية تواليا، وهو بحاجة لدعائكم بكل صلاة بتصلوها. تمنياتنا للاعبين أنهم يتوفقوا ويرفعوا راس وطنهم، وطبعا عيد أضحى سعيد لكل اللبنانيين. إلى اللقاء.